في ظل هذا الشتاء القارس، اول حاجه تقفز تعمل زي ما انا عامل كده شويه، لابس كده تلاقيه مغطي زوري ولابس تقيل وبلبس بلطو وانا خارج في الهواء وحاجات زي كده. فاول حاجه قفز. قفز يعني ما دي كنا بنقولها زمان، مش عارف هو لسه مصطلح قائم دلوقتي ولا لا. يعني المهم يعني تقل قوي في لبسك، ده اللي انا اعرفه. واللي اعرفه كمان انه تاكل صح، مش تاكل كتير يعني، كل برتقان، كل يوستفندي، ليمون، الحاجات اللي زي كده، الحاجات اللي تدي لك فيتامين سي. اشرب جنزبيل، اظن ده لطيف برضو. ليه بقى؟ مش بس علشان ما يجيلكش انفلونزا وعلشان ما تبردش وكلام من ده، خلي بالك في حاجه كده اسمها ايه، فيروسات الجهاز التنفسي. في الزمن اللي احنا فيه تعددت الفيروسات، ما بقيناش نعرفها، يعني العلماء بس او الدكاتره الكبار والمختصين هم اللي بيعرفوا الحاجات اللي زي كده. احنا بنفاجئ كشعوب عموما في العالم، زي ما فوجئنا كده بموضوع الكورونا من سنتين. طيب نعمل ايه؟ خلونا نسال دكتور مصطفى محمدي، مدير مركز التطعيمات القومي بالمصل واللقاح. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. دكتور مصطفى، في ظل هذا البرد القارس أظن بتنشط الفيروسات بتاعة الجهاز التنفسي، أو أجسامنا بتبقى يعني مناعتها أقل شوية، ده مجرد ظن كمواطن عادي يعني. فإحنا ما بنبقاش عارفين هنتصرف إزاي، هل بيبقى في مثلا مصل معين أو لقاح معين نقدر نتوجه للحصول عليه؟ هل في استعدادات معينة أو احتياطات معينة لازم ناخدها؟ في البداية بس أستأذن سعادتك لو تسمح لي أن أنا بس أعلن تضامني مع أشقائنا وإخواتنا في سوريا طبعا، وفي تركيا في طبعاً مواجهة هذه الكارثة الكبيرة، وأن يرحم الله كل ضحايا هذا الزلزال، وأن يتغمدهم بواسع رحمته. وخالص دعواتنا جميعا كشعب مصري وشعب عربي وشعب إسلامي للمصابين بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأن تنتهي هذه الكارثة في أقرب وقت بأقل الخسائر يا رب. نرجع لسؤال حضرتك، انتشار الفيروسات في موسم الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة. الحقيقة أستاذ يوسف أن الفيروسات أو الميكروبات بصفة عامة بيبقى ليها مواسم يزيد فيها معدلات الانتشار. هذا لا يعني انها ممكن تبقى في مواسم او اوقات على مدار السنه ما بتبقاش موجوده، لا، هي بتبقى موجوده على مدار السنه، بس هناك مواسم بتزيد فيها معدلات انتشار هذه الكائنات الدقيقه وفي مقدمتها طبعا الفيروسات. هنلاقي ان في فصل الخريف والشتاء بيزيد معدلات مجموعه من الفيروسات اللي بتستهدف بشكل اساسي الجهاز التنفسي، وياتي في مقدمتها طبعا مجموعه فيروسات الانفلونزا، مجموعه فيروسات المسببه لنزلات البرد، وطبعا الكوفيد او الكورونا كفيروس بيستهدف الجهاز التنفسي برضه، بالاضافه لما يسمى او ما تم التعرف عليه في هذه الفتره او الفتره الاخيره الفيروس المخلوي. وهناك بعض انواع البكتيريا برضه بيزيد انتشارها في هذه الفتره او مع دخول الشتاء وانخفاض درجات الحراره، وبيظهر او بتبقى الامور يعني ملحوظه اكثر، اصابات الانفلونزا كثيره، نزلات البرد كثيره، حتى معدلات الكورونا في الفتره دي زايده شويه، ولكن هذا لا يعني ضعف جهاز المناعه، ولكن الظروف البيئيه والسلوك المجتمعي لدى الافراد بيساعد على زياده انتشار هذه الكائنات في هذه الاوقات من السنه. اوكي. نعمل ايه؟ حضرتك في المقدمه اتكلمت كلام جميل جدا، قلت ان احنا نقفز، نقفز عشان نحافظ على اجسامنا من تيارات البرد الشديده اللي بنتعرض ليها خصوصا في هذه الفتره وفي هذه الايام. الحاجه الثانيه التغذيه. التغذيه برضو زي ما حضرتك مشكورا قلت ان مش اكل كتير ولكن اكل صح، بنقول هي التغذيه المتوازنه والتركيز على
نوعيه الغذاء الغنيه بالفيتامينات والغنيه بالعناصر المهمه للجسم، وطبعا في مقدمتها الفواكه، وفي مقدمه الفواكه الفواكه الغنيه بفيتامين سي طبعا زي البرتقال زي اليوسفي زي انواع كثيره من الفاكهه، وبرده مع تناول كميه كافية من السوائل. ما ننساش برضو ان احنا نتلقى كمية كافية من السوائل برغم ان احنا ممكن ما نعطش، لان نقص السوائل في الجسم هيترتب عليه مردود سلبي على الحالة العامة والحالة المناعية لدى الجسم، بالاضافة لان احنا ندي جسمنا الفرصة الكافية والاتاحة الكافية ان هو ياخد راحته في النوم اثناء ساعات الليل. بده بنعزز كفاءة جهاز المناعة انه يقدر بنفسه يقاوم هذه المجموعة الكبيرة من الفيروسات. بالاضافة بقى للجزء او الوقائي او الاجراء الوقائي المهم اللي ضروري جدا لمجموعة كبيرة من الفئات المجتمعية انها تلجأ اليه، بالاضافة للاجراءات اللي احنا قلناها الا وهي الاداة الوقائية الفاعلة والناجعة في مواجهة عدد من الفيروسات وهي اللقاح. عندنا لقاحات متوفرة وفاعلة وناجعة في الحماية من عدد من هذه الفيروسات، في مقدمتها طبعا لقاح الانفلونزا الفيروسية ولقاح الكورونا. يبقى أنا لو عندي أربع مجموعات من الفيروسات عندي لقاحات بتواجه مجموعتين، المجموعتين التانيين تأثيرهم حتى على الحالة الصحية ما بيكونش بالشكل اللي يرتقي لمستوى الخطورة. فإحنا برضو يبقى إجراءاتنا بتكتمل بأن إحنا نحرص على تلقي اللقاحات الوقائية زي لقاح الأنفلونزا ولقاح الكورونا في مواجهة هذه الفيروسات. عظيم جدا. طب بعض الناس يا دكتور بتروح تلجأ لهذا اللقاح و يعني عايز اسميها اقول ايه كده عمياني، هل نروح على طول ناخد اللقاح ده او المصل في الصيدلية اذا كان بيتباع، ولا هو يصلح لناس ولا يصلح لناس، ولا يجب ان انا اعمل اختبار ما قبل ما ابدأ اخد اللقاح او المصل ده؟ خليني ابتدي من حيث حضرتك انتهيت، ان انا هل المفروض ان انا اعمل اختبار قبل اللقاح؟ لا توجد اي توصية باجراء معين قبل تلقي اي لقاح، لا ان انا اعمل اختبار حساسية ولا ان انا افحص هل انا عندي المرض من عدمه او ان انا اعمل اي اجراء تحضيري لان انا هاخد اللقاح. انا بتوجه للجهة الموثوق بها والمتوفر لدي هذا اللقاح، وان انا اطلب منهم ان انا محتاج ان انا اخذ هذا اللقاح. المفروض ان هذه الجهات بيتم مناقشة هذا الشخص من قبل طبيب او صيدلي متخصص في خدمة التطعيم عن حالته الصحية، عن حالته العامة، عن حالته المناعية، هل هناك أدوية بيتلقاها، هل يعاني من امراض مزمنة معينة، هل يعني بعض الامور المتعلقة بحالته الصحية وحالته المناعية. وإذا ما ارتقى هذا المتخصص في أنه ممكن ياخد اللقاح بدون تردد وبدون تأخير بيديله اللقاح، واللقاح من المستحضرات الأمنة والفاعلة بدرجة كبيرة جدا، مش محتاجة أن احنا يبقى فيه تردد. هو بس برضو لازم يبقى الأمور واضحة لدى السادة المشاهدين أن اللقاح متاح للجميع، ولكن ليس الجميع محتاج اللقاح. يعني مش يعني احنا مصر مثلا 100 مليون، مش 100 مليون المفروض انهم يطعموا لقاح الانفلونزا، ولكن هناك فئات مجتمعيه التطعيم ضروري جدا لها، لان حد الاختطار لدى هذه الفئات يزيد عن غيره. بمعنى يا استاذ يوسف ان هناك فئات في المجتمع إصابة بالأنفلونزا رغم أنها ممكن تكون بسيطة ولكن قد تؤدي إلى مضاعفات ومخاطر تهدد حياتها بشكل مباشر. وهناك إصابات بالأنفلونزا كثيرة بنقول أنها دور أنفلونزا وبتعدي ببساطة. الفئات اللي هي لديها حد الاختطار الزيادة أو احتمال حدوث المضاعفات لديها جراء الإصابة بالأنفلونزا الزيادة، دي الناس اللي تحرص أو دي الفئات اللي تحرص على أنها تتلقى اللقاح بالمقام الأول.
هنقول بعدها بقى مين الفئات دي؟ بنقول عندنا الأطفال الأقل من 5 سنوات، يعني المجموعة العمرية الأقل من 5 سنوات، عندنا كبار السن اللي هم 65 سنة فما فوق، وعندنا المجموعة المجتمعية ما بين سن 5 سنين لحد 65 سنة أصحاب الأمراض المزمنة بصفة عامة بقى. أوكي، عظيم جدا، وضحت الصورة. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر على هذه النصائح وعلى هذا التوضيح. الدكتور مصطفى محمدي، مدير مركز التطعيمات القومي بالمصل واللقاح.